يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بعض أجهزة الجوال مقطع فيديو لساحر يقوم بقص جسم الإنسان إلى نصفين. نعم. يقول يوجد في بعض أجهزة الفيديو ببعض أجهزة الجوال مقطع فيديو لساحر يقوم بقص جسم الإنسان إلى نصفين ويبقى الإنسان حيا، وهذا قد انتشر، فما هو الواجب نحو ذلك؟ وهل للسحر حقيقة؟ السحر له حقيقة. السحر على قسمين: سحر حقيقي يؤثر ويمرض ويقتل، وسحر تخيلي على العيون فقط. وهذا الذي ذكره السائل لازم أنه يؤخذ ويوصل للمسؤولين، يوصل للهيئات، والهيئات تتبعه وتقضي عليه. نعم. فلا يجوز تركه ينتشر بين الناس. نعم.